الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، معكم جمال. حنا دابا كنتجهوا لواحد المزرعة صغيرة اللي المساحة ديالها 1000 متر، اللي كتواجه حدا سوق الحد ديال بوقنادل. هذه هي التزيئة ديال العمران كما كتلاحظوا، التزيئة العمرانية هذه. هذه الطريق اللي غادي اتجاه ديالنا للسوق. ملي كنفوت السوق الحد كنتاخذوا هاد الطريق، هادي طريق صغيرة شوية، وهادي هي القرنة اللي كتبنى جديدة، اللي هي أكبر قرنة في إفريقيا كما كيقولوا. مشى واحد الكيلومتر ونص تقريبا، هذا هو، هذه هي القرنة، هي هذه. وهنا كاين اتجاه، كاين سوق الحد. سوق الحد اخواني الكرام، تتمة ديال الفيديو. هذه الدخلة ديالي كتدخل من الطريق لجهة القرنة من الزارة اللي تمنات، وهذه الدخلة عندها واحد 100 متر ولا 150 متر اللي داخلة لهاد المزرعة الصغيرة. هذه هي الباب كبيرة دايرة في الباب، هي هادي. وهنا طبعا راه كاين لي بيبينيير هنايا، كاين الناس دايرين لي بيبينيير ديالهم بزاف هنايا، الجيران. بلاصة آمنة ممتازة في وسط الناس. وهادي الباب ديالها كبيرة بحال هكا كما كتلاحظوا، هادي الما كان الضو ديالو، الما هنا موجود، الما على 14 متر 16 متر كتلقى الما، هني الدخلة ديال الباب هي هادي كما كتلاحظوا. هنا كاين جيران، وهنا كاين السور ديالو، السور كما كتلاحظوا هنايا. هذا بينو بين جارو، حنا غادي نمشيو معكم تدريجيا شويه بشويه. هي زرعه شويه خاصها الخدمه، خاصها شويه الاصلاح اللي يعتني بها، هنا داير واحد بحال شي لابونغالو هنايا صغيور، جلسه صغيره هنايا. كل جات هي بجلج ديالها، هذا ابونغالو، وهذه واحد السكنه هنايا اللي هي مصلوحه مزيان. تقريبا المساحه ديالها واحد 70 متر، ديك اللي سالي حتى الطرب. احنا الباقي هذه باش نقول لكم شويه الصوره ديال الدار، داير لها ديماتيك، الدار مصلوحه مزيان من الداخل. سمحوا لينا ما دخلناش لان ما جبناش بحال السورد، صورنا لكم من برا. وهنا كيبقى ديك لي سباس خاوي اللي يمكن يخدمو الانسان، هو هذا. اذا احتل الحيط الاحمر هو راه مازال في الاطار كيخدمها، ودايره في السور طبعا. هاد الجهه الشرق كل جهه الدار، كاين السور داير ديال 2 متر في حاجه. وهنا كاين طبعا لي بيبينير، هاد البلاصه حتى هي باقا خاويه، مازال ما خدمهاش. كل انسان يزرع فيها الشجر ديالو اللي بغى، لان دايره به هنايا لي بيبينير كبار، هنايا دايرين الاشجار ديالهم ديال لافوكا، ودايرين الحامض ديال كات سيزون، والخضر والفواكه دايره بها. والارض التربه ديال النوع ديال التربه رمل، الماء على 16 14 15 متر اللي بغى يحفر البير، هي فيها البير، فيها الماء عفوا، فيها الماء، ندخل الماء. ولكن البير مازال ما حفروش، ولكن البير هنايا اغلبيه الناس اللي يهضروا معنا هنا اللي جيران عندهم 16 14 كيطلعوا الماء. وهذه الصوره من البدايه من الدخله، راه الباب ديال الدخله فين كاينه، فين كاين هذاك الشخص. وهنا جيران طبعا كما كتلاحظوا. هذيك الدخلة الدار هي هذيك، مكازا، كاين شي مكازا هنايا، مكازا ديال ستوك هنايا اللي شادة على هذا الدار الأحمر، هذا مكازا. لأن هنا جات في الوصية، جات في وسط الجيران. واخا إنسان يسافر ولا يخليها خاوية ما عندوش مشكل، ودايرا بها لا بيبينيير تبارك الله
جميع الاشكال ديال الخضار والاشجار المثمره كيديروهم هنايا. الانسان يدير واحد الصور ديالو من هنايا تايما البلاصه اللي داير فيها هذا البرش، والدخله ديالها هي هذيك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش الاشتراك على القناه ديال جمال العقارات المغربيه باش يوصلكم الجديد. وتحياتي لكم واهلا وسهلا بكم، نتمنى الله سبحانه وتعالى يسهل على اي واحد. وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كبيرة هنايا هاد الكورنا، جزيئة العمران. هذا الرومبان اللي كيطريق اتجاه كيدي بوقنادر في الطريق الوطنية الرابطة بين سلا والقنيطرة، وهذا اتجاه شرقا كتمشي لوطوروت الرابط بين طنجة والدار البيضاء. هذا هو الرومبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.